الآن ينضم إلي الزميل بشير جبر، مراسلنا من مدينة غزة أو منطقة غزة تحديدا من مدينة رفح الفلسطينية. بشير أهلا بك، لا أدري إذا كنت استمعت إلى الزميل مصطفى من الجرم المصري في رفح المصرية، هو يقول أن الدبابات العسكرية والمدرعات والآليات العسكرية الإسرائيلية تتمركز في محيط معبر رفح الجانب الفلسطيني. هل لديك أي معلومة حول تقدم هذه الآليات إلى المنطقة الوسطى أو المنطقة الغربية لمدينة رفح؟ تحية لك. يعني بالفعل هذه الآليات العسكرية الإسرائيلية والدبابات الإسرائيلية هي متواجدة في الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ولا تقدم أكثر من هذه المسافة باتجاه المناطق الغربية لمدينة رفح، سوى القصف الإسرائيلي المستمر من الطائرات الحربية الإسرائيلية باتجاه المناطق الشرقية لمدينة رفح عموما وفي محيط هذا المعبر، معبر رفح البري، بالإضافة كذلك إلى القصف عشوائي من المدفعية الإسرائيلية، والذي نستمع إلى دوي انفجاراته بشكل عنيف من كل أرجاء محافظة رفح بكل أرجائها. يعني هذا القصف لا يتوقف سواء باتجاه المناطق الشرقية لمدينة رفح وأحيائها، حي التنور وحي السلام وحي الجنينة وغيرها من الأحياء التي تقع في المحافظة الشرقية مستهدفة منازل المواطنين وممتلكاتهم وموقعة أضرارا جسيمة في صفوف الفلسطينيين، وكذلك موقعة إصابات جمة في صفوف المواطنين الذين يعني لا زالوا يحاولون النزوح من تلك المنطقة الشرقية باتجاه من مدينة رفح باتجاه المناطق الغربية بحثا عن الأمن في ظل هذا القصف الإسرائيلي الكثيف والعنيف باتجاه المناطق الشرقية. أيضا ليست رفح الوحيدة التي تتعرض إلى هذه الغارات، أيضا المحافظة الوسطى وتحديدا مخيم النصيرات في المحافظة الوسطى يتعرض هو الآخر لقصف إسرائيلي من الطائرات الحربية الإسرائيلية التي استهدفت خلال الساعات الأخيرة منزلا وكذلك مجموعة من الأراضي الزراعية في هذا المخيم، فيما تستمر المدفعية الإسرائيلية بإطلاق قذائفها بشكل عشوائي باتجاه الأطراف الشمالية لمخيم النصيرات وتحديدا في محيط محطة توليد الكهرباء الوحيدة وبلدة المغراقة والزهراء، بالإضافة إلى الأطراف الشرقية لمدينة غزة حي شجاعية وكذلك الأطراف الشرقية لشمال قطاع غزة حي بلدة جباليا وبلدة بيت حنون في أقصى شمال قطاع غزة. هل شمل هذا القصف الإسرائيلي منطقة المواصي التي سبق وأن طالب الجيش الإسرائيلي النازحين في مدينة رفح في المنطقة الشرقية من رفح النزوح إليها بالأمس؟ يعني حقيقة منطقة المواصي هي منطقة ساحلية تقع على الأطراف الغربية لمدينة غزة بالقرب من شارع الرشيد بالمنطقة غرب منطقة مدينة خان يونس. هذه المنطقة هي تتعرض باستمرار لإطلاق نار من الزوارق الحربية الإسرائيلية وكذلك قذائف من هذه الزوارق التي تتساقط بشكل عشوائي باتجاه الشريط الساحلي لا سيما مدينة رفح وخان يونس والأطراف الغربية من مدينة دير البلح. هذه القذائف تتساقط باستمرار بشكل عشوائي بالقرب من خيام النازحين الذين يقيمون في تلك المنطقة منذ الأيام الأولى للعدوان، ولا زالوا ينزحون باتجاه تلك المناطق التي تسميها إسرائيل بأنها مناطق آمنة وتطلب من الفلسطينيين بالنزوح إليها. طيب، في مسألة النازحين أيضا، هل لا تزال سلاسل النازحين يعودون مرة أخرى إلى المنطقة الوسطى، إلى منطقة المواصي أو حتى إلى شمال قطاع غزة؟ هل هذه الطرق المؤدية إلى من الجنوب إلى الشمال مستمرة في العمل بالنظر إلى الدعوة الإسرائيلية بالأمس؟ يعني المناطق التي ينزح منها الفلسطينيون هي المناطق من المناطق الشرقية للقطاع باتجاه المناطق الغربية، أما المناطق الغربية من وتحديدا من منطقة المواصي والعودة باتجاه مدينة غزة والشمال فهي طرق مغلقة، وحذر الاحتلال الإسرائيلي من عودة السكان الفلسطينيين إلى مدينة غزة والشمال لأن تلك المناطق لا زال على حد وصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق قتال ولا يسمح للمواطنين الفلسطينيين بالعودة إلى تلك المناطق، ومن يتوجه من الفلسطينيين إلى تلك المناطق سوف يتعرض بالتأكيد إلى قصف من الطائرات الحربية الإسرائيلية وإطلاق نار من الآليات التي تقوم بمهمة في فصل القطاع شماله عن جنوبه. لا شك أن إغلاق المعابر على الحدود بين مصر وقطاع غزة أثر بشكل مباشر على المنظومة الصحية والمنظومة الاجتماعية والإنسانية التي تعاني أصلا في قطاع غزة. كيف استقبلت المنظمات العاملة في هذا القطاع سواء صحية أو إنسانية هذا الخبر المتعلق بإغلاق المعابر بين مصر وقطاع غزة؟
حقيقة أن المعابر هي المتنفس الوحيد لقطاع غزة، وهي ظل هذا الإغلاق الإسرائيلي وما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من عملية عسكرية في محيط معبر رفح ومعبر كرم المسالم من الجانب الفلسطيني، أدى بالتأكيد إلى توقف سلسلة توريد المساعدات إلى قطاع غزة، وهو أثر بالفعل على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في قطاع غزة، وخصوصا في ظل اعتماد ما نسبته 100% من سكان قطاع غزة على هذه المساعدات في تأمين احتياجاتهم اليومية من طعام ومياه وأدوية، وكذلك هو يؤثر بالفعل على قدرة المستشفيات في تقديم خدماتها الصحية والعلاجية للمرضى الذين باتت أيضا تعتمد هذه المؤسسات الصحية على المستلزمات الطبية والأدوية التي تصل عبر الشاحنات التي تحملها المساعدات إلى قطاع غزة، وكذلك هذه الشاحنات تحمل وتؤمن الوقود إلى المستشفيات، وهو ما حذرت منه مؤسسات صحية وأممية أن هذا التوقف سيؤدي بالتأكيد إلى كارثة على المستوى الإنساني والصحي، ودعت إلى ضرورة الاستمرار تدفق هذه المساعدات لما يضمن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والجرحى في قطاع غزة. أي المستشفيات التي لا تزال تعمل في مدينة رفح؟ يعني المستشفيات التي لا زالت تعمل في مدينة رفح هو المستشفى الكويتي، وهو مستشفى تخصصي، أما مستشفى أبو يوسف النجار المستشفى الحكومي الوحيد في هذه المدينة هو توقف عن العمل جراء كونه في منطقة الإخلاء التي دعا الاحتلال الإسرائيلي السكان بالنزوح منها، فلا يستطيع المواطن الفلسطيني بالوصول إلى تلك المناطق. هذا المستشفى الذي أوقف أمامه الآن وهو المستشفى الكويتي هو ما زال يعمل ويقدم خدماته للمرضى والجرحى في هذه المنطقة، لكن هذا المستشفى هو صغير مقارنة بمستشفيات قطاع غزة، لا يوجد به غرف عناية مركزة، لا يوجد به ثلاجات للموتى والشهداء، ولا يستطيع تقديم الخدمات الطبية للمرضى والجرحى الذين يصلون تباعا لتلقي العلاج. كون هذا المستشفى هو مستشفى صغير نسبيا، فقد دفع هذا الأمر إدارة هذا المستشفى إلى إقامة خيام خارجية، كونها تعد هذه الخيام يعني كأقسام طبية لاستقبال المرضى والجرحى من الحالات الصعبة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهؤلاء المرضى. كما قامت إدارة هذا المستشفى أيضا بتوسيع هذا المستشفى عبر إقامة مجموعة من الخيام على بعد أقل من 200 متر من هذا المستشفى من ناحية الغرب، لتكون كذلك يعني تستطيع تقديم من خلال هذه الخيام الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى، ولكن نوه أن هذا المستشفى لا يستطيع استيعاب كل هذه الأعداد الكبيرة من المرضى، وخصوصا أنه لا يوجد كل أنواع العلاجات ولا يوجد كل أنواع وأقسام الطبية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية للمرضى. طيب بشير، فيما يتعلق بالنازحين وخيام النازحين في غرب مدينة رفح على الحدود بين قطاع غزة والأراضي المصرية، هل لاحظت بعد ما حدث من قيام القوات الإسرائيلية بالتوغل في شرق مدينة رفح، هل لاحظت أي زيادة أو ازدياد في كثافة النازحين في هذه الأماكن أو في الناحية الغربية من مدينة رفح على الساحل؟ يعني بالتأكيد مع نزوح المواطنين الفلسطينيين من المناطق الشرقية لمدينة رفح، ونحن هنا نتحدث عن ما يزيد عن 250 ألف نازح من مختلف مناطق المنطقة الشرقية لرفح توجهوا إلى المناطق الغربية، منهم ما وصل إلى منطقة المناطق الحدودية بين مصر وقطاع غزة وأقاموا فيها خياما هناك، ومنهم من تمكن من الوصول إلى المنطقة الغربية منطقة الماصي وهي المنطقة الغربية لمدينة خان، ولكن هذه المناطق هي بالأساس مكتظة بالمواطنين الفلسطينيين. نحن نتحدث عن 1.5 مليون نازح كانوا يعيشون في هذه المنطقة منذ الأيام الأولى للعدوان، حينما هاجرهم الاحتلال الإسرائيلي من المناطق الشمالية ومدينة غزة والمناطق وبعض المناطق من المحافظة الوسطى باتجاه مدينة رفح، وبالتالي هي مكتظة ولا تستطيع استيعاب كل هذه الأعداد الكبيرة من المواطنين الفلسطينيين، بالإضافة إلى كونها منطقة زراعية رملية لا غير أو غير متوافر بها كل الاحتياجات اللازمة ومقومات الحياة التي تستطيع استيعاب هذه الأعداد من المواطنين الفلسطينيين. طيب بشير، سؤالي الأخير متعلق بالحالة الشعورية لدى سكان مدينة رفح أو حتى النازحين والمتواجدين فيها في هذه اللحظات. الأمس كان يوما دراميا بامتياز منذ بداية اليوم،
تصعيدا عسكريا مستمرا في شرق مدينة رفح، ومن ثم موافقة حماس أو إعلان موافقة حماس على الورقة المصرية، مرورا ووصولا إلى ما قامت به القوات الإسرائيلية في معبر رفح وتوغلها أكثر من بداية ذلك اليوم. كيف استقبلت الجماهير الشعب الفلسطيني الموجودة أو سكان مدينة رفح والنازحين إليها هذه المشاعر المتضاربة والحادة في الوقت ذاته؟ بالفعل يعني يسود المواطنين الفلسطينيين مشاعر متضاربة في ظل هذه الأجواء المتقلبة ما بين يعني عملية عسكرية وتهديدات بتوسيع هذه العملية العسكرية ضد مدينة رفح، ومن ثم الموافقة موافقة حركة حماس على الجهود المصرية المبذولة لوقف حقن هذه الدماء في قطاع غزة، ومن ثم دخول الآليات العسكرية الإسرائيلية إلى قطاع غزة. ولكن نحن نتجول بين صفوف وجموع المواطنين الفلسطينيين نلمس هنا نوعا من الأمل في صفوف الفلسطينيين الذين يقدرون هذه الجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية على مدار الساعة لوقف هذا العدوان ولإنجاح هذه الصفقة ووقف العدوان الإسرائيلي المتصاعد على قطاع غزة لحقن دماء الفلسطينيين المسالة على مدار 7 أشهر الماضية جراء هذا العدوان الإسرائيلي المتصاعد على القطاع. شكرا جزيلا بشير جبر مراسل القرية الإخبارية من قطاع غزة تحديدا من مدينة رفح الفلسطينية، شكرا لك على كل هذه التفاصيل.